السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد بيسمي نفسه كاتب علماني وبيقدم برامج إسلامية، عمال يهاجم بشدة وبضراوة الدول العربية والإسلامية، والدين هو سنة التخلف عندنا، وإن أوروبا لم تتقدم إلا عندما تخلصت من رجال الدين، وهكذا يعني. وإحنا إزاي كل الدول العربية والإسلامية مفيش أمل إنهم يطلعوا دواء لموضوع فيروس كورونا، ومنتظرين العلاج من أوروبا وأمريكا وروسيا واليابان وهكذا. طيب، بداية الدين عموما، مش بنتكلم عن الدين الإسلامي تحديدا، بس الدين عموما ما بيمنعش العلم. يعني بتلاقي في اليابان العالم بيروح مثلا للإله بتاعه، أو زمان كان الإمبراطور بتاع اليابان، وبعد كده يروح المعمل بتاعه ويقعد فيه طول اليوم، وممكن في النص يروح بريك كده يعبد الاله بتاعه ويكمل عادي خالص، مفيش اي تعارض. الدين مش بيقولك ان العلم ده كفر او هو ضد العلم، بالعكس. يعني لو احنا جينا مثلا للاسلام هتلاقي ايات كتيرة ما يقرب من اكثر من 100 آية بتحسك على العلم. اول آية اقرأ، وبيشجعك ان انت تبحث على بداية الخلق، مش بيقول لك لا ممنوع، لا ده بيقول لك وكل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني اعرف وتعلم وحاول تبحث في الموضوع، ودي حاجة ممتازة جدا يعني. طيب، ليه احنا كدول عربية واسلامية مفيش حد خد خطوات في موضوع علاج فيروس كورونا؟ ده مش راجع لضعف العلماء اللي عندنا، لا الحمد لله فيه، بس دلوقتي عشان تلاقي حاجة زي كده ما ينفعش جهد شخص واحد، لا ده لازم فريق، ولازم إمكانيات، ولازم معامل، ولازم أجهزة ضخمة جدا. يعني أستاذنا الكبير الفاضل دكتور أحمد زويل، تخيل إن أنت تجيبه مثلا وتقول له اعمل الحاجات دي كلها، وأنت مش موفر له المركز الأبحاث ولا فريق البحث. هو حتى لما خد جايزة نوبل قال لك ده مش جهدي، ده جهد الفريق اللي معاه، والجامعة موفر له الإمكانيات، تمام؟ وهو خرج من مصر عنده علم الحمد لله، وإلا ما كانوش الجامعة خدته، عنده علم بس ما كانش فيه الإمكانيات الكبيرة العملاقة اللي موجودة هناك. طب يبقى دي مشكلة مين؟ مشكلة الأنظمة من غير ما نخوض في السياسة، بس ميزانية الجيش أو ميزانية الأمن أو ميزانية حماية الكرسي واخد الفلوس كلها، مفيش فلوس للبحث العلمي، مفيش فلوس للإجراء البحوث العلمية أو للطب أو للدكاترة، أقل مرتبات. فواحد مطلوب منه إن هو يصرف على بيته وأهله، فبيضيع، ممكن يضيع اليوم كله شغال مندوب مبيعات لشركات أدوية، تمام؟ وفي الآخر لما أنت طالب منه إن هو يوجد علاج لفيروس كورونا، طب إزاي؟ أنت المفروض تفرغ له إن هو ما يفكرش ابنه يروح المدرسة إزاي؟ يعني انت موفر له حد يروح ياخد العيال وحد يجيب لهم كشكل، ما يفكرش في اي حاجه، في اي مشاكل غير ان هو يلاقي الفيروس دوت. انما انت عنده من 20 ل 30 بيحوش ويشتغل عشان يتجوز، فعايز طاقته وعايز يتجوز، فهيقعد يصرف الفلوس كلها ويحوش وبتاع ويشتغل شغلانات شريفه كل حاجه، بس ما بتجيبش دخل. ممكن يقف مثلا مساعد في صيدلية، ممكن يشغل أي شغلانة عشان يجيب دخل. فمفيش حياة كريمة موجودة في بلادنا، مفيش يعني تقريبا، يعني فين وفين لما بنلاقي دولة مثلا عملت مسابقة مثلا للعلوم ولها جائزة حلوة بتاع. فعلا المشكلة في المناخ العلمي، المشكلة في الإمكانيات، المشكلة إن الدكتور والمعيد لما تيجي تشوف القوانين اللي عليهم عشان يترقوا ظالمة جدا. لما تيجي تنشر بحث علمي مطلوب منك عشان تنشره تدفع فلوس مرتب شهرين ثلاثة كدكتور أو معيد، عشان تنشر بحث علمي مطلوب منك مثلا 4 5 أبحاث عشان تاخد الترقية، أو عشان تاخد مثلا الدكتوراه، فأنت مرهقه. بره بيقول لك لا، كل الأبحاث اللي تنشرها في أي مجلة على حساب الجامعة، لأن دي بتزود النقط بتاعتها، ودي ليها هي يعني. الدكتور عندها بينشر ابحاث جديده وسكوبس وحاجات زي كده، ف
رفقا بيطلب علم، شد على الحكومات اللي عامله الموضوع دوت مش موفره. يعني خلينا نتكلم مثلا على دوله زي اسرائيل، هتلاقي في نسبه كبيره جدا من الدخل القومي متخصص للبحث العلمي، ان هم يجدوا حاجات كتير جدا جديده، يقعدوا يبحثوا. احنا بنعمل حاجه دي باسلوب ممكن اسلوب تاني يوفر لنا. ففي انفاق في دولنا العربيه ما فيش الكلام دوت، انت بتعمل كل حاجه على حسابك. انا مجرب وعارف ممكن الحاجه تتكلف ملايين فبنسيبها، مش ما عنديش امكانيات حاجه زي كده، والدوله مش هتساعدك، تمام، مش هتديك الامكانيه لحاجه زي كده. فاحنا محتاجين مناخ علمي، محتاجين مدن علميه بدل مدينه الترفيه، او اسمها مدينه الانتاج الاعلامي تبقى مدينه الانتاج العلمي، او مدينه الانتاج الصناعي، او يعني عايزين يكون في اهتمام اكتر بالعلم والعلماء. ما نقعدش في فيلم اسمه استقالة عالم الذرة، واحدة خدت الدكتوراه في الذرة هي وجوزها من تقريبا روسيا، وجم هنا مش عارفة تجيب مربية لبنتها فاستقالت عشان تخلي بالها من بنتها ولا ترمي بنتها. فالدين لا يتعارض مع العلم، بس السياسة هي اللي متعارضة، هي اللي منعها، هي اللي كذا. هتلاقي ناس كتيرة جدا في أمريكا أصلهم عربي، أو هم كانوا موجودين في دول عربية وفي دولات في أمريكا، بيعملوا أبحاث قوية جدا وبتنشر، ومع ذلك هم ملتزمين جدا وبيصلوا ويصوموا، ويعني ما سابوش الدين عشان يبتكروا. يعني الإلهام العلمي ده مش بيقول لك لا أنت صليت خلاص مش هجيلك، لا، أنت بتركز ان انت تفيد البشرية، ودي يعني الديانات بتحس على كده، ان انت لازم تنفع البشر، تنفع الخلق، ودي يعني ليها اجر كبير عند ربنا. واتمنى ان بلادنا تكون تخصص جزء كبير من الدخل لتطوير البحث العلمي، والجزء اللي مخصص حاليا اللي هو جزء ضئيل جدا لا يكاد يرى، مخصص بأكمله لحاجات شكليات وحاجات جماليات، وبيصرف على بيقول لك مستشار وبياخد مثلا 50 أو 100 ألف، وهو فوق 60 وهو ما عملش حاجة. يعني هو أصلا محطوط كده يعني خدمة منه، خدمة ليه أو حاجة زي كده، بس هو ما أنجزش حاجة. يعني هو خلال ال60 سنة اللي كان موجود فيها في الوزارة هو ما جابش حاجه جديده، ما اخترعش الذره، ما خدش جايزه نوبل، وهو موجود دلوقتي ما بيعملش حاجه. دول المفروض كلهم يعني مع السلامه، اللي عايز يخدم من غير المبالغ الخياليه دي. الميزانيه بتاعت البحث العلمي اللي هي صغيره جدا بتصرف على الشكليات والتسقيفات وتجديد الديكور وحاجات زي كده، مش بتصرف ان احنا نجيب اجهزه حديثه، حاجات بالفيمتو ثانية، حاجات بالحاجات دي مش موجودة في بلادنا. طب احنا هنخترع الذرة ازاي يعني؟